مساء الورد، شخباركم؟ احنا متعودين دائما على الكيكة الحالية، فبسوي اليوم كيكة مالحة بالزعتر، ما يشبع منها مع الشاهي، مرة لذيذة وسهلة يعني ما تاخذ شغل. حطيت البيض مع الزبادي، عليهم الفانيلا، حرك الحين بحط زيت الزيتون صفوة الجوف، تعرفون طبعا اذا كان الزيت نقي ودرجة ما كتر، ثلث كوب بكفي. حط الزيت وعليه الخميرة والسكر، على الوجه برش من الزعتر، زعتر وزع عليها جبن كريمي او فيت على حسب الموجود عندكم، وادخلها الفرن.